الحياة في الصين لا تحتاج إلى أكثر من تطبيق واحد فقط على هاتفك، تطبيق قادر على القيام بأي شيء، من طلب بيتزا وشراء ملابس واستئجار تاكسي إلى استدعاء طبيب وحجز فندق، بالإضافة طبعاً إلى التواصل الاجتماعي العادي. سمح ويتشات للمطورين بتصميم تطبيقات مصغرة على نظامه الأساسي، والتي تقدر اليوم بنحو 1,000,000 خدمة. وفي 2020 فقط وصل حجم التجارة التي تمت عليه إلى 240 مليار دولار. يعتبر ويتشات واحدا من أكبر شبكات الدفع في الصين، يستخدمه المستهلكون لدفع ثمن السلع وتحويل الأموال، وهو مألوف كنظام دفع حتى بالنسبة لأسواق الخضار الشعبية. بدأ ويتشات كمنصة للمراسلة والتواصل الاجتماعي عام 2011، اليوم هو أكبر التطبيقات في آسيا والعالم، ويقضي المستخدم الصيني عليه ما يصل إلى ثلث حياته. مخاوف الخصوصية وأمن البيانات هي واحدة من الأسباب التي تعرقل انتشار ويتشات عالميا، لكن لا بأس، فالسوق المحلية في الصين كبيرة جدا، تتخطى 1,000,000,000 مستخدم.